هذا السؤال يقول هل التكلم بفضح الجماعات والأحزاب في المجالس من الغلو؟ يا أخوان تكلموا في معنى لا إله إلا الله وفي التوحيد وفي معرفة الأحكام الشرعية، يمكن هل يتكلمون في فلان وعلان ما يعرفون شروط الوضوء ولا يعرفون شروط الصلاة وأركان الصلاة، لو تسألهم ما أجب، وهو مشتغل بفلان وفلان أيهما صح وأيهما أحسن، اشتغلوا بطلب العلم النافع واتركوا هذه الأمور. نعم.